لمشاهدة مباراة اتحاد بن قردان ونهضة بركان اليوم في كأس الاتحاد الافريقي. ما عليك فقط الا الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة لكي يظهر لك البث المباشر اليوم في مباراة نارية وقوية اليوم بين اتحاد بن قردان ونهضة بركان المستضافة اليوم، مباراة العودة، مباراة الإياب الذي يستقبل نهضة بركان بملعب البلدي ببركان مدينة البرتقال. تستضيف اليوم اتحاد بن قردان في مباراة صعبة وقوية للمرور إلى الأدوار 16 دور المجموعات الصعبة. نهضة بركان فاز في قلب اتحاد بن قردان ب1-0. اليوم مباراة سوف تكون قوية، هل سوف يعود اتحاد بن قردان يسجل هدف التعادل؟ مباراة سوف تكون صعبة اليوم بين الفريقين. التشكيلة التالية، نهضة بركان يدخل بتشكيلته الرسمية كالمعتاد بكل من دفاع وسط الميدان والهجوم، وأيضا اتحاد بن قردان التشكيلة الرسمية التي لعبت في مباراة الذهاب في قلب تونس. اليوم مباراة سوف تكون قوية، ما هي توقعاتكم لهذه المباراة؟ هل سوف يفوز نهضة بركان أو اتحاد بن قردان في مباراة حاسمة وقوية وصعبة اليوم؟ نرجو لا تنسوا من فضلكم الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة فقط، وأيضا تفعيل خاصية الجرس على الكل كي يصلكم دائما مواعيد وتفاصيل المباريات القوية، وشكرا.